أرى الله في الأحلام حين تبدد، وحين بكاء الطفل والباب مبعد، أراه بكل الذارفين حنينهم على الأمل المذبوح لحظة يولد. أراه بشكوى أمه إذ تضمه عناق وداع والقذيفة تجحد. سيهبط هذا الموت فوق عظامنا ونهزمه بالصبر والروح تصعد. سنثبت للتاريخ أن دماءنا لها وقع حزن الناي حين تغرد، ونثبت للبارود أن سطوعنا يضاء بإيمان الذين تمردوا على قلق بغداد. على قلق بغداد تجتث ليلها تؤكد أن الشمس يحنو لها الغد. هنا البلد المنصور خيل جراحها تصيح بأهل النوم من جلد نقعد. إلى اليمن المعزول في عقر داره رأيت، فما التاريخ بالغدر يوصد. فلله ما أبقيت، فلله ما أبقيت بلقيس من هوى ينوح عليه الدهر بالقهر هدهد. يحاصرنا الموت المحنط خلسة نراوغه، والوقت كالسيف ينفد. لنا في الدم السيال إيمان أمة سيحملها للفجر يا أهل موعد. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بيت القصيد. ضيفنا لهذا اليوم شاعر استطاع أن يروض المعنى فحمله إلى وطن وقضية، إلى عمق إنسانية تكرمه وتقدره. إنه يعرف من أي أبواب الشعر يدخل إلى من يحب حتى يظل اسمه فارقا وجهده شاهقا. يسعدنا مشاهدينا الكرام بالنيابة عنكم وبالأصالة عن أنفسنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة من بيت القصيد، معنا عبر سكايب من إربد في الأردن الشقيق، الشاعر محمود أبو عاشور. أهلا بك يا محمود، حللت أهلا ونزلت سهلا وإن كان عن بعد. مرحبا بك في بيت القصيد. أهلا وسهلا بك صديقي العزيز، كيف حالك؟ يا حياك الله يا محمود. ودعنا مباشرة وبلا مقدمات نذهب إلى الأسئلة التي ربما تكون مفاجئة. الشعر يظلم الشعراء أم الشعراء يظلمون الشعر في زماننا الذي نعيش فيه؟ رؤية محمود الخاصة. يعني السؤال جميل لكنه فضفاض قليلا. تفضل. الشعراء يظلمون الشعر على الغالب، لكن بحسب كيف تتناول هذا الزعم. الشعر شعوري أنا خاصة في هذا الزمان أنه حمل فوق طاقته، فوق مجازه. أريد منه ما لا يستحمله ولا يقوى عليه، وما يخالف طبيعته الخام من أفكار أيديولوجية ومن رسالة معينة. لست ضد أن يكون للشعر رسالة، لكن الشعر الخام هو بجماليته أسمى وأبهى من أن يحصر في زاوية معينة ويحمل عبئا هو ليس كفءا له. نعم محمود. الآن طبعا نحن سنتحدث في هذه الحلقة عن موضوع معين، وهو مصير الكتابة المطبوع في زمن هيمنة التكنولوجيا، إلى جانب الحديث عن الضمانات لانتقال التراث للأجيال القادمة بلا تدليس. لكن قبل الذهاب إلى أسئلة هذا الموضوع ومحاوره المختلفة، دعنا نفتتح هذه الحلقة بأولى القصائد، أولى قصائد هذا العدد من بيت القصيد. ماذا ستقرأ علينا؟ تفضل، لك الكلمة والمنبر يا محمود. أشكرك جزيل الشكر. سأحاول التنويع في القراءة قدر الإمكان. تفضل. سأقرأ شيئا من ديوان من للغريب الصادر قبل سنتين. نعم. سأبدأ بقصيدة بعنوان كن. اخرج عليهن، لا يهتكن أستارك. اخرج عساهن قد يبدأن إكبارك.
اخرج عليهن سكينا على وتر حتى إذا ثرنا لا يقطعن أوتارك. الله الله الله، مشوارك المشتهى ما زال منتظرا، فكيف تخذل بالتأخير مشوارك؟ خذ ما تشاء من الماضي القديم، وخذ كل الندوب، وخذ إن شئت أوزارك. اليوم يومك، لن تأتيك سانحة أخرى، فإياك أن تنسى إذا انثارك. اليوم يومك، لا شيء تحاذره، دع عنك قلبك كي يختار عشتارك. هذه حياتك، أولى أن تفصلها مجد يليق، فصغ بالعزم أقدارك. لا تلتفت لكلام العاذلين، ولا تخشى الذين ازدروا بالأمس أسفارك. تلك السفينة والبحار لو غرقا يوما، ولو أطفأت دنياك أقمارك. يا أيها الرجل لا شيء يشبهه، كن أنت وحدك وسط البحر بحارك. الله، كن أنت وحدك وسط البحر بحارك، وكنت نعم البحار ونعم الربان الذي يقود المستمعين لهذه القصائد العذبة إلى بر الأمان مجازا وواقعا. محمود، دعنا نذهب إلى موضوعنا الآن ونتحدث بكل صراحة وعفوية. هل الكتاب المطبوع فعلا مهدد في هذا الزمان، أم أن لك رأيا ورؤية مختلفة؟ بدون أدنى شك، لكن الموضوع متعدد الجوانب، سأحاول أن أختصر قدر الإمكان. الطباعة الورقية نعم مهددة، لكن الشعر بحد ذاته كرواج في هذا العصر مهدد، وهذا ليس بالضرورة شيئا يؤخذ عليه أو سلبي، لكن تراجع حظوة الشعر في الحياة العملية اليومية للإنسان العربي والإنسان الكوني عامة، لكن بالنسبة للإنسان العربي من الشعر حافظا لديوان العربي ولأنسابه وما إلى ذلك، وتصدرت فنون أخرى، فنون تتماشى مع العصر وطبيعته، مثل ابتداء في المسرح وانتهاء في السينما والسوشيال ميديا وما إلى ذلك. فالشعر يرجع إلى مربعه الأول، إلى نخبويته، إلى أنه انتقائي في من يمارسه ومن يطلع عليه ومن يتلقاه، وهذا شيء متفهم لي كشاعر. لكن الطباعة الورقية وحلول الطباعة أو التناول الإلكتروني للمحتوى، هذا شيء لا فرار منه في هذا العصر، ولا تنكره أي نفس منصفة. أبعاده كثيرة، ولكن متفهم لماذا، وربما خلال نعم. لكن إذا خيرت يا محمود، إذا خيرت وبكل صراحة بين مثلا طباعة ديوان ورقي أو رفع مجموعة من القصائد بديوان يصممه أحد المنضدين ويرفع على إحدى المنصات حتى يتعامل معه الجمهور كتابا إلكترونيا، أي الأمرين تفضله لذاتك شاعرا أو مشتغلا بأي من أشكال الأدب، أيهما تفضل بصراحة؟ أنا حاولت أن أفعل الاثنتين معا. نعم. لا أعرف كم إلى كم قد وفقت في هذا، لكن طبعت ديواني الأول ورقيا لأكثر من باب، لرؤيتي أن هذا امتداد طبيعي للكتابة أن تنشره، ولحفظ الحقوق الطبع والنشر بالتأكيد، لكن أن ألقيه إلى يد المتلقي بين أحضان المتلقي إلكترونيا، هذا شيء جميل جدا ويساعده على الانتشار بشكل أوسع ربما. نعم. لأن الأعمال الورقية حاليا الرواج عليها أقل، والجهد المطلوب لكي تسوق وتروج وتصل إلى أكبر عدد من الناس، نعم، جهد بالضرورة أكبر من الأعمال صحيح. الإلكترونية صحيح. طيب خلينا الآن يا محمود نسمع قصيدة جديدة منك. أنا ما بعرف يعني طريقة ترتيبك للقصائد التي ستلقيها علينا اليوم، ولكنني واثق أنها يعني عبارة عن رؤية متميزة بالانتقاء وبالإلقاء كذلك. لك حرية أن تقرأ علينا الآن القصيدة التي تحب، تفضل. أتمنى أن أكون عند حسن الظن.
ما بين رملين، دان من فمي نائي، أسرجت حنجرتي في تيه صحرائي، للريح يا ريح قد طال المسير بنا، للخطو يا خطو لا تحفل بإعيائي، وللسماء إذا امتدت بزرقتها لي في امتداد سمائي سرب أسمائي، ذات ارتباك كأن في داخلي ولدا في مركب حائر يرنو لمنائي، حط الحنين وطارت ألف ذاكرة للريف عن كتفي، طاروا أحبائي. الله الله الله. والآن صرت وكلتا راحتي يد ممدودة نحو أحبابي وأعدائي، أتلو على حكمة الألواح مقتطفا يحكي وصاياي من شعري وأهوائي، في غفلة من مواجيد الشتاء ومن ليل يسبح في حانات آنائي، شبت خطايا بياض الغيم طللني والنور حوطني من كل أنحائي، هذا أنا في يمين الكون من سأة كي لا يخر، وطوافوه أبنائي قلبي على كل درويش وكل طو وكل شارقة بالدمع حدبائي، لما اكتفيت من الأشياء سار معي هذا الزمان كشيء بين أشيائي، وقلت هذه ندوب الراشحات دمي من دما من جبهتي، قبلة من ثغر حنائي، وصحت يا زمن الوحشي إن لنا عمرا فخذ حصة من في أشلائي، وصرت أشرب كأس الماء لا عطشا بل حافظا عشرة الأيام للماء، وصرت أشرب كأس الماء لا عطشا بل حافظا عشرة الأيام للماء. الله عليك الله عليك، ما أجملك يا محمود. سأخذك الآن برحلة أنا وأنت وسادة المشاهدين الكرام، سنكون بضيافة عنترة بن شداد، ما رأيك؟ حبيبنا العزيز شاعر رائع جدا. وليكن إذن مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن، وهي الفقرة الاعتيادية بهذا البرنامج، نتابع هذه القصيدة للشاعر عنترة العبسي ومن ثم نواصل رفقة شاعرنا، ابقوا معنا. حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطل، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحل، إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزل، أو أنكرت فرسان عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزل، ورميت مهري في العجاج فخاضه والنار تقدح من شفار الأنصل، يا نازلين على الحما ودياره هل لا رأيتم في الديار تقلقلي، قد طال عزكم وذلي في الهوى ومن العجائب عزكم وتذللي، لا تسقني ماء الحياة بذلة
بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم. مجددا نرحب بكم سادة المشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. نذكركم ضيفنا لهذه الحلقة من بيت القصيد معنا من إربد في الأردن الشاعر الأستاذ محمود أبو عاشور. ومن أجل عنترة يا محمود، حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. كلمة وفاء من أجل هذا البيت من الحكمة وما فيه من الحماسة والعزة وأنفة النفس، ماذا تقول؟ أقول أنا معجب بشخصية عنترة بن شداد وبأنفته وبنزاعه المميز وفي ثوريته، في ثوريته في الكتابة وفي حداثيته في ذلك الزمن في التعاطي مع العنصرية ومع ما ترسب من أفكار الرجعية وترجمها أيضا بشعر نكاد نلمسه حتى الآن كأنه قيل طازجا في القرن الحادي والعشرين. نعم. فعنترة شاعر ترفع له القبعة. وأنت كذلك ترفع لك القبعة يا محمود، ونريد قصيدة من أجلها نرفع لك القبعة. وأنا واثق إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ تفضل. سأقرأ شيئا يتابع ما كان من نفسي عنترة. وليكن إذن، تفضل يا محمود. أقول: وتنفس الصبح الذي تشكو له عيناه دوما بالدموع سهاده. يا أيها الأرق العنود مجددا هو لن يلينا، أما خبرت عناده؟ هو أزهد الباقين في ضيعاتهم راض وقد أضحى السراب بلاده. الله الله، أعد ألا أعد البيت، أعد البيت يا محمود. هو أزهد الباقين في ضيعاتهم راض وقد أضحى السراب بلاده. آل بأن يرتاح، همش حزنه حينا ولكن الحنين أعاده. روحاني تقتتلان في جنباته ويداه قد أدنت إليه زناده. يا من سيردي حينها كلتاهما ليلاه، هل يلقي لهن عتاده؟ يدري ولا يدري، تشابكت الرؤى والاختيار مواجعا قد زاده. وقادة آماله ويح الفتى، لا شيء كي يغلي عليه فؤاده. لما يزل يأوي إلى أشلائه ويصوغ من عطر العذاب مداده. لما يزل مجددا، لما يزل يأوي إلى أشلائه ويصوغ من عطر العذاب مداده. الله الله عليك. ويخط بالمحراب رغم جراحنا، والله لن ينسى الإله عباده. اي والله. ويساهر الموت الذي أحواله صارت ككل أمورنا معتاده. ويصيح بالظلام أولاد الزنا ناموا، فنوم الظالمين عبادة. عبادة. الله ما أجملك يا محمود، لفض فوك. محمود، هذه القصيدة تؤرخ لهذا الجيل وتفتح أمامه أبوابا من العز، وتأبى وتأنف الذل. فعلا كما تفضلت، هي إكمالا لما بدأه عنترة بن شداد من رفض للظلم والذل، وتفضيل لأن يشرب الكأس مليء بالعلقم على أن يكون كأس عسل يعني مغموس بشيء من الذل. دعنا نتحدث عن فكرة توريث أمانة الكلمة للأجيال القادمة، وما الذي يضمن عدم التدليس؟ ما المطلوب هنا؟ الآلية؟ يعني أنت بهذا السؤال تأخذنا إلى حقل من الغاب. سؤال مهم جدا، أعتبره كذلك. لا يتعاطى معه بسهولة وبمباشرة. لك أن تجيب كما تحب بالصراحة التي تراها وتختارها، تفضل يا محمود بدون أي حواجز، لا تضع أمام نفسك أي من العراقيل، قل ما تحب.
يعني هذا دأبي، لكن قصدت أن الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، سأحاول أن أفصل قليلا. تفضل. يجب أن تمر العملية بثلاث مراحل برأيي على الأقل. المرحلة الأولى أن تراجع وتنفض الغبار عما وصلك أنت من الموروث. نعم. الموروث الديني، الثقافي، الأدبي، كل المواريث حتى اللغوي. نعم. فلو فعلت ذلك، وهذه مهمة ليست بالسهلة أبدا وما زلنا نحاولها حتى الآن في عصرنا، يبدو أن هنالك منحنى آخر يجب أن تبذل عليه جهدا في هذا المجال، وهو أن برأيي خذ راحتك ولا تتردد. ما المطلوب أن نقوم به؟ لن أتردد، لكن أنا برأيي أنها هي بحد ذاتها مهمة أشبه بأن تكون إلى المستحيلة، لأن ضماناتها ليست موجودة مع تقادم الأجيال على الأقل. لكن طيب، دعنا نتحدث بشيء من الموضوعية قدر المستطاع، كيف لنا أن نفعل يعني جهد المقل في هذا الموضوع؟ تفضل. نعم، يحتاج الموضوع أول في البداية إلى جهد مجتمعي. نعم. ويحتاج إلى جهد مؤسسي ربما. أكيد ولا شك في ذلك. نعم، في التأريخ وتوثيق و تضافر الجهود، الأدباء، الشعراء، الفنانون، المسؤولون بشكل عام، هي مهمة جماعية وليست مهمة تقتصر على مجموعة من الناس. بالضبط. والشيء الأخير في رأيي أن الإبداع تحديدا والثقافة الغير مادية أو الموروث غير المادي. نعم. الذي يعبر عن هوية الحضارات ربما تكون في حاجة إلى إعادة إحيائه دائما من جيل لآخر حتى تحفظه في البداية، ثم تحاول أن تنقله شائبا من أي شوائب أو خالصا من أي شوائب. طبعا من المطلوب أن ينسجم مع طبيعة أهل العصر الذين يتلقونه، أليس كذلك؟ نعم، وهذا ما رأيناه في تجسيد الأعمال إلى أعمال سينمائية وغيره فيما يتناسق مع هذا العصر وهذا الذوق العام إجمالا. لكن من لم سأضرب مثالا عفويا خطر إلى ذهني الآن. تفضل. من لم يعرف أسطورة مشهورة جدا مثل العنقاء. نعم. من الجيل القادم يصعب عليك أن تنقل له المعلومة، وإن نقلتها هو لن يعرف هذه معلومة دلست أو معلومة حقيقية وكيف سأستخدمها وما دلالاتها وما إلى ذلك. فتجسيد العمل الإبداعي وإعادة إحيائه بطرق وبأخرى ربما تكون الخطوة أولى في الحفاظ على هذا التاريخ. نعم. لكن يجب أن نتعامل مع الموروث إجمالا برأيي، وهذه ليست دعوة بالجديدة بالمناسبة، لكن أن نتعامل معها بشكل ديكارتي بحت، أي أن ننقحها بإنصاف وبعيدا عن العاطفة. أحسنت. إلا إذا كانت العاطفة يعني ضرورية في هذا الموضوع أو تلك، لكن تنقيح الموروث وإعادة ترجمته وتأريخه يحتاج إلى نفس همها الوحيد أن تكون هذا المحتوى محتوى يضيف شيء، ولكنه في الدرجة الأولى هو نزيه وحقيقي. محمود، ربما يسأل سائل في هذا الموضوع أيضا، أين ترى دور الشاعر في بناء هذا أو هذه المرحلة بحيث يكون بناء مؤثرا وفعالا في الحاضر وفي فكرة توريث هذه الثقافة للأجيال القادمة، دور الشاعر هنا؟ أنا أتفق أن الشاعر يتوقع منه أدوار عديدة وينظر إليه أنه صاحب رسالة وأنه نبي قومه وما إلى ذلك، لكن أنا إجمالا أحاول أن لا أحمل هذا كله للشعر على الأقل. أحسنت. الشعر يجب أن دائما يرجع إلى معدنه الخام، وهو الشعر لأجل الشعر، أن الشعر بحد ذاته هو القضية، هذا رأيي الخاص. لكن بالضرورة بإمكاننا أن نسهم في هذا الطرح، طبعا يرجع إلى اختلافات معينة في أساليب الكتابة وما مقصدك من الكتابة وكيف أنت. نعم. ويتخاصى من الشعر، ولكن إن كنت مطلعا في جزء معين له في التاريخ أو
الحياة السياسية أو العمل العام. يا حبذا لو كنت تتجرد من نفسك السياسية وتكتب شعرا خالصا أو شعرا أمينا، أو ببساطة لا تكتب، دع هذه المهمة للمؤرخين. هذه جميلة حينما تأتي في قالب النصيحة يا محمود، لكن باعتقادك هل هذا ما يحدث على الأرض؟ بالطبع لا، لن أكون يعني مثاليا إلى هذه الدرجة، بالطبع لا. التاريخ دائما يكتبه المنتصر، ودائما الميل الإيديولوجي يغلب على كاتبه وعلى المنساق له. لا أعيب على أحد أي شيء، لكن من الممكن أن يكون الشاعر موضوعيا، والموضوعية هنا أنت تراها تفضلا من الشعر أم أنت تراها لابد منها أن تكون حاضرة في نفسه وإبداعه الموضوعي؟ لابد منها، مع المحافظة على أدوات الشعر وعلى معاييره التي نعرفها ونرتضيها. إلى قصيدة جديدة لا نعرفها ولكننا نرتضيها. أشكرك يا صديقي. تفضل يا محمود. أشكرك. أحاول التنويع قدر الإمكان. وليكن، اقرأ علينا ما تحب، كل ما لديك جميل ومميز ومنوع يا صديقي. وأنا واثق أن هذه الحلقة يعني جاءت ممتلئة بالكثير من الدهشة رفقتك. إلى القصيدة محمود، تفضل. قصيدة بعنوان أحدب نوتردام. أشتر أحزانا مضينا لأكتبها، من بعدها أبكي لكي لا أكذبا، مع أنني قد لا ألام كشاعر، فالشعر تذكيه المواجع في الصبا. الله الله الله. يبدو كأن السهد نام ولم يعد إلاي للسهر البعيد تأهبا. بالي على قيد الغواية، ها هنا خمر وقافية تتوق لتشربا، متقمصا دوري كما قد قيل لي، سايرت مذ صارت حروفي لي أبا. أنمو على معناي لا تنمو بأبيات المعاني، والرؤى لا تشتبى، ولأن مرآتي مجاز نافد للروح، قد قررت أن أتهرب. الله الله الله. من رؤيتي وجهي ومن شبحي ومن جسد على شكل الدموع ترتبا، الدرب شوكي هناك وما معي ورد ينعم لي خطاي لأذهبا، ولرحلة الميل الأخير مذاقها الأشهى، ولكن أولي قد أتعبا. أنا هكذا ما بين بين دائما، أمشي حقيقيا وأبدو خلبا. أنا هكذا ما بين بين دائما، أمشي حقيقيا وأبدو خلبا. خلبا من قلب نوتردام حتى آخر الصحراء، ممشوق القوام وأحدبا. الله الله. في الصبح أغفو وادعا كحمامة، في الليل أبعث كائنا مستأذبا، فإذا استبحت دماكي لا تتعجبي، وإذا أرقت دماي لن أتعجبا، طفلان نحن ومن يؤاخذ طفلة في الحقل مع طفل أتى كي يلعبا. الله عليك يا محمود، بعد هذه الوجبة الدسمة والمركزة جدا من الشعر الجميل لابد أن نخرج إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، لا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام
ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مجددا نرحب بكم السادة الكرام المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيف هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد معنا من إربد في الأردن الشقيق الشاعر المتميز حقا والخلوق والمبدع الأستاذ محمود أبو عاشور. محمود، الآن دعنا نذهب إلى ذاتيتك شاعرا ونسألك بشكل مباشر، ما الذي تتوقع أن الشعر يريده من محمود أبو عاشور؟ لا يريد مني إلا أن أحسنه برأيي. الشعر لا يحتاج إلى أحد، الشعر هو شيء قائم منذ الأزل وسيظل في وبدوني، لكن أنا أريد منه الكثير. هو جزء كبير مني، من مكنوني الداخلي ومن صورتي الداخلية أمام نفسي وأمام الناس وأمام هويتي وأمام حضارتي ولغتي، أنا أريد منه الكثير. أحسنت يا محمود. طيب دعنا نسأل السؤال بطريقة مختلفة. من الشعر المنتشر والشعر الكثير الذي يكتب في هذا الزمن، باعتقادك ما هي القصيدة التي ستنجو ويكتب لها الحياة أزمنة عديدة؟ هذا سؤال جميل جدا، ولك أن تجيب إجابة واثق من جمالها، أيضا. أعتقد أن الزمن هو المعيار الأهم. نعم. في النسبة للشعر والاحتكام له. فأعتقد من يكتب بنفس وبنظرة ورؤية، كلما اتسعت عما نعرفه أو عما نتمترس خلفه عادة، هو سيبقى بالضرورة. كلما كان الشعر كونيا يصل إلى ينتقل عبر الحضارات، هو أولى وأجدى به وخلوق به أن يبقى أكثر. لكن إذا انكفأنا على أنفسنا وكتبنا لمتلقينا المعتاد فقط، هذا الشيء ربما يعني أننا نحكم على الشعر بأن يبقى هنا ما بيننا. نعم. الآن طيب دعنا نتحدث عن مسألة أخرى وتشكل على الكثيرين يا محمود. يعني أنت تعلم أن هناك الكثير من الموضوعات المكرورة والتي تفرض نفسها أحياناً أو يستدعيها بعض الشعراء، فتجدهم يكررون الموضوعات في النصوص جدلاً. لو أردنا أن نسلم بحق الشعراء أن يكتبوا بنفس الموضوع، ما المخرج كي لا تتكرر الأفكار والمحتوى المكتوب؟ إذا أراد مثلاً مجموعة من الشعراء أن يكتبوا عن الأم مثلاً، ما المخرج كي لا نكرر نفس التعابير والتراكيب؟ هل ثمة آلية مناسبة؟ بالضبط طبعاً برأيي. بداية أعتقد أنا أن الشعر في جوهره الخالص هو ملك، فهذه الملكة وهذه القدرة تختلف من شاعر إلى آخر بالتعبير عنه. نعم. لكن ما بإمكانه بالضرورة أن يرفد طريقتك في التعبير عن نفسك وفي انتقائك لمفرداتك هو القراءة والاطلاع على ثقافات أخرى والانغماس بطين التجربة كما يقولون. نعم. انغماسك في طين التجربة سيعطيك منظورا آخرا ربما تستفيد منه كي تكتب شيئا لم يكتب بعد. ولنا في هذا أمثلة كثيرة، منها إذا وفقت في هذا المثال الشاعر المصري المبدع عمل دنقل. أكيد، كتب ولا شك. كتب في عصر شبيه إلى حد معين بالعصر الذي نحن به اليوم، وعن قضية للأسف ما زالت قائمة من يومه إلى يومنا، لكنه تناولها بطريقة إبداعية بحتة. وحتى اختلافه لم يكن اختلافا شاذا بعيدا عن القارئ العام. وصلت الفكرة وأدت مهمتها، وحتى في اتكائه على الأساطير النخبوية نوعا ما كان اتكاء موفقا، وكان اتكاء على دلالات حقيقية. نعم.
ولم يكن يريد فقط أن يستعرض عضلاته الفكرية على القارئ، وحافظ على شاعرية النص، وهذا شيء مهم جدا أيضا. نعم، قدم موضوعات استخدمت كثيرا، ولكنه قدمها بلغة متجددة وبأسلوب أضاف لهذه الموضوعات التي ربما كتب بها الكثيرون، ولكنهم لم يؤثروا التأثير الذي أثره صاحب ديوان الغرفة رقم 8 أمل دنقل. محمود، إلى قصيدة جديدة اشتقنا يا صديقي، تفضل. أشكرك. ماذا نذهب إلى هذه المرة؟ نذهب إلى ثلاثة كنا. اذهب إليها، لا ضير. على صهوة للناي طاردت ظلها، وصرخت بالأكوان من ذا أضلها، وأسررت للأصداء لما تولهت بقافلة الأصوات نبضي تولها، وسرت بروحي أرتضيها كفدية، وأرضى إذا سيف المحبين تلها. ولكن وعلمي بالغيابات ورطة، ولا يعرف القلب الحريري حلها، حفيا بلوعات الوداع مكابرا على أهبة لا وعد هادنت مطلها. شامية والشام زين خدها، فسبحانه ربي غداة أجلها، كأني وممشاي المجازي جمرة، أسير إلى المعنى عليلا مدلها. على روضها سرحت سرب قصائد، نغني بكل اسم ونضمرها لها، وما زلت لا أدري بأي كناية أكني حبيباتي لأستر فلها، فمن علم الورد الرقيق جفاءه، ومن علم الأسماء للقلب كلها، ومن دلني للدمع بعد رحيلها، وللكيد والنسيان ويحي دلها. سألت عنها مرة بعد مرة، وما خانها شوك العتيق وملها، وها أنا ذا يا ليل دونك لهفتي، نسائمك السودة تشابه كحلها. على أمل والشعر أهدأ صاحب، الله، يدرس الإصغاء للعطر مثلها. على أمل والشعر، على أمل والشعر، على أمل والشعر أهدأ صاحب، جميل، يدرسني الإصغاء للعطر مثلها. ستأتي ولو طال الفراق أقول لي، ويهمس من خلف المحال لعلها، ويهمس من خلف المحال لعلها، ولعلها تكون فاتحة لمساريب الدهشة وأبواب شاسعة تفد بالنور إليك وإلى كل التواقين إلى الحب والحرية. محمود، دعنا الآن نتكلم في موضوع ربما كان مجازيا وواقعيا، جزء منه مجازي وجزء منه الأكبر واقعي. حينما تضيق الأوطان بأهلها ويشعر الشعراء أو الأدباء أو المثقفون بشكل عام أنهم عبارة عن يعني منفيون داخل أوطانهم، كيف تتسع القصيدة لهم وتصبح وطنا؟ هل يحدث هذا؟ دائما، وهذا فيه تعزية ومواساة لنا جميعا، دائما يحدث هذا للأسف في أوطاننا العربية. وحالة الاغتراب هي حالة ممتدة وملازمة ملاصقة للشاعر، لأنه لا يطرب حية. فأعتقد أن القصيدة هي مهرب من المهارب التي يأوي إليها الشاعر. نعم، من اغترابه من وطنه. نعم. محمود، الآن سأطرح عليك خمس مفردات، ولا أريد المعنى المتداول والمعروف لهذه المفردات، وإنما أريد المعنى الذي يمثلك أنت شاعرا وإنسانا. ما رأيك في هذه الفقرة المرحة قليلا؟ هل نبدأها؟ تفضل. ممتع. الرمل هي المفردة الأولى، كيف ترى فكرة الرمل؟ أرد بمفردة واحدة؟ أنا سأطرح عليك خمس مفردات، حدثني عن الرمل بسطر واحد أو بعبارة واحدة، لن أكون بخيلا لدرجة أن أحكم عليك أن تعرف المفردة بمفردة، قل ما تحب. الرمل يرتبط دلالته معي
بالغرق والضياع والدوران، هذا ما يخطر في بالي الآن. الصباح، الصباح الصباح دلالاته يعني تقليدية لدي. هناك عصفور ما وزهرة ما ووجه أمي، هذا صباحي. أحسنت. المفردة الثالثة وربما تكون تحتاج منك يعني تركيز ذهني أكثر، وأنت حاضر ذهنيا وشعوريا معنا أكيد. القشعريرة، 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 هي ماذا تعني لك؟ تعني لي قول اللي تحبه، هو هي قول اللي أنت شاعر فيه الآن، الذي طرأ على ذهنك الآن. الذي طرأ على ذهني شيء في اللغة الإنجليزية لكنه بعيد قليلا. ألا لكن ليس قابلا للتعريب؟ حاولت قدر الإمكان. نعم، قل ما تحب إذا. القشعريرة هي ردة الفعل الهادئة على الأشياء المثيرة برأيي. أحسنت، أحسنت. الظل، الظل هو رفيق، هو بالنسبة لي أعرفه ولا أعرفه، أتحدث عنه وأتحدث معه كثيرا ولا أظنني تحدثت معه مسبقا، هو أشياء عدة. أظل إلى مفردة أخيرة وأظنك ستسهب بشرحها والحديث عنها مما يجول تجاهها في أو تجاهها في صدرك وما تخفى. إربد يا محمود. على العكس، هي من أكثر المصطلحات بعد أمي ربما تلجمني، لأن شعوري أكبر من لغتي تجاه إربد الحبيبة. جميل، شعر ذكية. موطني إربد، مكان نشأتي، مكان ذكرياتي. إربد تعني لي تقريبا كل شيء، كلما ابتعدت عنها نازعت نفسي كي أعود إليها. إربد شيء لا يوصف في لحظة ولحظتين ولا في ديوان وديوان. أحسنت، أحسنت يا محمود. وهنا أحلتنا إلى بيت شهير للشاعر أحمد شوقي يقول فيه: وطني وإن شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، وتنازعنا إليك في القصيدة الجديدة نفوسنا، تنازعنا إليك يا صديقي. فما هي قصيدة الختام التي ستكون مسكا نشنف به أسماعنا؟ تفضل يا محمود. أشكرك. أحتاجك الآن، مدي لي يدا وخذي مني يدي وروحي بي إلي، إلى الظلال، إلى ما لست أعرفه عني إذا داخلي عن داخلي سئلا. ودثريني فأولى أنت من جسدي، وأنت أحسن من أفنى به أملا. من حصتي من براح الأرض أجمعها، من غفوتي، من سرور من دمي جبلا. أنا غدا سوف أبقي لقمتي لهما، جفناك إنهما يا ما أسا أكلا. لا تتعبي قلبك التعبان، لا تتعبي قلبك التعبان، واتكئي على الوجود لكي لا يمتلي عللا. الله عليك. أحتاجك الآن، قد يحتاج خاصرة يلتفها من كمثلي بالصدى ثملا، وقد يطوع نيران الضياع دما من بات في مائك القدسي مشتعلا. أحتاجك الآن، هان الأمر، يمكننا للمستحيل فداء عينيك أن نصلا. وحتما بمثل هذا الجمال المتدفق والعذب والمستمر سنصل وسنهزم المستحيل. أستاذ محمود أبو عاشور، مر الوقت سريعا، إلى كلمة أخيرة، ماذا عساك قائل في ختام هذه الحلقة من بيت القصيد؟ أقول أنا استمتعت جدا في هذا اللقاء العفوي الجميل، استمتعت جدا بالحديث إليك، أقول بكل عفوية وبكل صدق اشتقت لك جدا، ونتمنى أن تزورنا قريبا أو أن نزورك، المهم أن نراك.
أشكرك يا صديقي. أشكرك جدا على هذه الاستضافة الجميلة، أشكر قناة الرافدين وأشكر شباب الإعداد، وكل جهد يحترم وضع الآن لكي أكون معك. أشكرك جزيل الشكر وأشكر مستمعيك. شكرا جزيلا لك محمود أبو عاشور الشاعر الأردني، كنت معنا من إربد، وبإذن الله تتسع الحياة وتكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن نقيم هذا اللقاء قريبا ووجها إلى وجه وليس عبر سكايب كوسيلة اتصال. بإذن الله. بإذن الله يا صديقي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.